into myself. What a wonderful world. هلا اول شيء عملناه جينا على محل اسمه كوخ الصبايا كرمال نتروق، ومن بعدها رجعين مكفيين على لك محل ما فيه البوت اللي بدنا نطلع فيه. انا صراحه جيت كرمال البوت، كثير حابه يعني هيك انه اشياء اكتيفيتيات وهيك. هلا جينا لهون ناكل. محل شو حلو، كتير حبيته عن جد. اول مره بجي بس ليكو يعني كله اصنام، كله مزخرف، كله اشياء كتير حلوه. ما بعرف كتير 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 حبيت عن جد، وهيك تحسوا حالكم بمحل كتير حلو صراحه، مع الموسيقى مع الامبيانس كتير حبيته عن جد. وحبيت التماثيل وشو فيها على الحيطان، كتير حبيت. كثير موهوبة، كثير حبيتيه، عملت للزخرف وهي عملت الفانشور كمان، كثير حلو المحل. هلا رايحين على الليك. سو جايز هلا وصلنا على زعرور كلاب. كتير محمسة صراحة لأنه كتير طلع بلا أطلع بهيدا البطول بقلب اللاك. هيدا كل شي كنت جاي كرماله صراحة. جايز كتير حلو المنظر عن جد، هيك اللاك مع الجبل مع الشجرات مع البطو، كتير حبيت صراحة. ليكو هلا بنروح لهونيك جايز، بناخد التيكت كرمال هيدا. فينا نعمل بيدالو، كمان فينا نعمل بطو. سو جايز من هون جبنا التيكت تبع البطو. هي البطو ب 45 والبيدالو كمان ب 45. البيدالو بتساع شخصين، البطو up to 4 persons، وفي يطلع معنا الزلمه هو يعمل وفينا نحن نعمل. بس اكيد حقول للزلمه يعني هو
يمشينا البطو لأنه ما بدي أتعب ولأنه حكون مشغولة عم صور يعني كرمال ما صير بدي أصور وبدي جدف سو هيك وهي 45 ميل 45 ألف لعشرين دقيقة بس ما بحس we need more لأنه هي لاك صغيرة يعني بس this is it زعرور